وسهلا فيكم من جديد مشاهدينا الكرام في الساعة الثانية من حديث اليوم عبر قناة الأردن اليوم. رح ننتقل وإياكم ل هيك يعني جولة سريعة، أو ما بدنا تكون سريعة نعلق عليها كثير، أنا وكات كنا عم نضحك قبل شوي عليها، للأخبار المنوعة. ورح نبلش في أول خبر، حيث أظهر مقطع فيديو لحظة غضب غير طبيعية لسائق حاول ركن سيارته لكنه فشل بعد عدة محاولات بسبب مركبة أخرى، لكن ما أقدم عليه كان غير متوقع. ورصد مقطع فيديو الرجل غاضب وهو يستخرج منشارا آليا من سيارته ويتوجه للمركبة الثانية التي كانت مركونة بشكل خاطئ، وبعدها شرع في تقطيع الجزء الخلفي للسيارة بكل أريحية حتى يتسنى له إدخال عربته. وحين انتهى الرجل من عملية التقطيع كسر برجله الجزء الخلفي، ثم عاد إلى سيارته ليركنها. وجرى نشر الفيديو لأول مرة في مجموعة مغلقة على مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، وقال الناشر هذا مثال حي لشخص مريض، كما كانت التعليقات غير متوقعة حيث وصفه بعض الأشخاص بالبطل والشجاع، مشيرين إلى أن أصل المشكلة هو الشخص الأناني الذي ركن سيارته بشكل خاطئ ولم يفكر في غيره. يعني شر بريته ما يضحكوا، كان عيات الله عن جد شيء بضحك. يعني ممكن إحنا لو عنا بالأردن هون كل السيارات رح تنقسم، صح. كل السيارات راح تكون مقسوم منها، بس ولكن يعني تصرف، هو خرب سيارة شخص تاني. يعني انت عارف انه بيقدر مثلا يجيب سيارة تانية مثلا، ما خربها، هو قصها. طب هو شو ضل هو يعني خربها اشي بسيط، هو دمرها يعني الله اعلم تمشي بعد هيك. لا منيح انه يعني خلينا نحكي، انا بفرش كثير بالسيارات في ميكانيك السيارات، بس منيح ان الموتور الاشياء هاي لقدام، لو مره خاصه مستحيل ترجع تمشي. هو لا طير الضوء والجزء من الصندوق اذا الحظ. يعني مشاهدينا هذا عن جد تصرف كبير خاطئ، للاسف انه بعض الاشخاص وصفوا بالبطل والشجاع، وصفوا انه الشخص اللي ركن سيارته بشكل خاطئ هو شخص اناني. نحن دائما لازم نلتمس الاعذار لغيرنا من الناس. ممكن مثلا السياره اللي ركنت بشكل خاطئ او بطريقه خاطئه ممكن قطعت معه البنزين، في ناس يعني هلا قطعت ممكن قطعت معه البنزين، ممكن صار معه حاله طارئه، ممكن يعني عنده شيء شخص هلا ماشي بس معه صبر. معه مجال يصفها، يعني ما يعني اللي صفها هيك بيقدر بس يعدلها نتفه ويصفها، عرفتي هي يعني. هو ممكن يعني بعدين احنا هون بالاردن بصفوا تلاقيهم معاكسه او بصفوا الدبل السياره مثلا، قد كل يوم انت يعني كم في اليوم غلط بيطلع منك او كم تعصيب بتطلع منك على الطريقه اللي بيكون في بالضبط. بالضبط بنسكر بعد حتى بس ثانية بنقول لهم ثانية ورجعي ثانية، هي الثانية نص ساعة أقل شيء. أنا بعملها هاي مرات، بعملها صحيح. مرات. وننتقل مشاهدينا للخبر التالي مع كاتي. أجرت فتاة أمريكية من أصول آسيوية عمليات تجميل جراحية حتى تبدو مثل الشخصية الكرتونية الجميلة المعروفة بالباربي، يعني بتتصير باربي. اسمها أوليفيا فانيتي التي تقطن في مدينة لوس أنجلوس بولاية كاليفورنيا، أن أصولها الصينية قد أنفقت حوالي 4000 دولار، يعني نحكي عن 2880 جنيه استرليني، لإجراء جراحة الجفن التجميلية حتى تصبح شبيهة بالدمية باربي، لأنها كانت مهووسة بها إلى درجة الجنون. وأوضحت أوليفيا أن كل العمليات التجميل التي أجرتها على وجهها كلفتها أكثر من 35000 دولار لتصل إلى مبتغاها، وتابعت أنها لم تكن معجبة بشكلها الآسيوي، مضيفة بالتأكيد لا أحاول أن أكون عنصرية لكنني أعتقد أن باربي رائعة للغاية. وذكرت أنها كانت في الحاجة إلى هذه الجراحة لمدة 6 سنوات بالرغم من أن محيطي لم يكن يساعدني، حيث كان الناس يضايقوني كثيرا بسبب عيوني. وختمت قائلة أمل أن تمنحني العمليات مزيدا بالثقة بالنفس، يعني بدها هاي العمليات تمنحها مزيد من الثقة من النفس. وتمتلك طبعا الفتاة الدمية كما سميوها أكثر من 71 ألف متابع على صفحتها على الانستغرام، حيث تشارك مجموعة من صورها ومقاطع بالفيديو الأشخاص الموجودين عندها بالصفحة لما بتشاركهم. هلا يعني جنان، هذا بعتبره أنا مش يعني تغير كل شكلك عشان تصيري زي الباربي. أصلا هلا الباربي غيروا معاييرها للعلم، صحيح. يعني حتى مثلا دور الأزياء دائما بيعتبروا إنه الموديل بدها تكون هي ضعيفة وطويلة فوق 1.70 متر أتوقع، وأنها تكون ضعيفة يعني تحت 53 وإلى آخره. هلا غيروا هاي الموازين، صار أي حدا حلو شو ما كان جسم البنت شو ما كان أنت كنت في الأول شكلها عليك على إيش؟
طويلة. لا شو ما كان شكلها انه يعني خلص بتمشي عرفتي، لانه صار عندنا مشاكل عند الاطفال، صار عندنا هوس عند المراهقين بدهم يكونوا ضعاف كثير حتى يصيروا زي الموديل، او صاروا الناس يطولوا حالهم يحطوا مثلا يعملوا جراحات بالعظم ويزيدوا وصلات حتى يطولوا، فانه هذا صحيح. يعني اوفيليا فانيتي عندها هوس، هذا نحن بنعتبره مرض نفساني بيطلع على جسمها، واللي هو انه اتقلد في شخصيته، اتقلد بشخصيه كرتونيه. يعني ممكن مثلا اتقلد انا مثلا او عفوا بدميه، ممكن انا اتقلد في 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 شخص من ناحيه اخلاقيه فكرة سلوكيه فكر بالضبط، انا بكون هون سعيده لما اقلده. اما التقليد الاعمى يعني من شخصيه اسيويه، نحن بنعرف الاسيويين شوي عيونهم هيك ممطوطين او مغموطين شوي ممطوطين بس شوي حلوين. يعني في ناس بيحبوا هذا مثلا الاشفان ناعسة بيسموها، احنا بنسميها الجفن المبطن. الاسيويين بشكل عام كلهم اشفانهم مبطنه، لكن هذا عن جد هوس وجنون التقليد الاعمى. دائما نحكي عن التقليد الاعمى للغرب، لانها في النهايه اصلا الدميه دميه باربي هي لعبه من اختراع. بحكي لك وغيروا شكلها وغيروا الوانها ولون شعرها، لانه لهم هي دائما بتكون شعرها اصفر، بتكون بشرتها بيضاء والى اخره. لا صاروا يلعبوا الوان البشره، يلعبوا بنوعيه الشعر ايضا، كيرلي مثلا بيعملوها والوان ثانيه، فننتبه اكثر شوي. يعني هذا مش طبيعي، انا بحسه خلاص كل واحد يرضى بشكله، كل واحد ربنا حط فيه مميزات. ممكن بسيطه لكن مش ممكن كل واحد حط فيه مميزات تختلف عن كل، وكل بنت حلوه. يعني ما بتيجي تحكي عن بنت مش حلوه، لا كل بنت حلوه، كل وحده لها جماليتها. الشيء مثلا اذا ما كان بشكلها هو هذا الشكل زائل، ولكن بالفكر بالروح بالتعامل بالثقافه اللي هي احنا دائما نرتقي فيها، دائما هي تاج المراه هو ثقافتها وكيفيه تعاملها مع الاشخاص. انا هذا برايي. صحيح كاتي، اتفق معك يعني قلبا وقالبا.